متواصلة معكم حطيش نص نهار، أهلا وسهلا بكم وين ما كان يجيكم صوتنا 88 4 95 9 و 88 9. اليوم الخميس 27 أوت 2020، مواصلين معكم مع أخبار الساحل. أخبار الساحل في زوم 73. أحكينا عليه برشا الموضوع هذايا، تنقلنا فيه برشا، غطينا الوقفات الاحتجاجية في أكثر من فرصة وأكثر من مرة، كنا ديما موجودين براتيكمون في الوقفات الاحتجاجية، تبعنا الموضوع عن كثب. نحكيه لهنا على معامل الآلية بالساحل وإلا لا يمس والخدامة متاع لا يمس والمشاكل اللي لقاوهم الخدامة وقت اللي وقف المعمل هذي على النشاط، وكانت فما مشاكل كبيرة برشا. مؤخرا نسمع وإن الحمد لله يا ربي باش ترجع الخدمة للمعمل هذي، الخدامة باش يرجعوا ياخذوا شهريهم، باش يرجعوا كيما العادة يخدموا على رويحهم. العائلات استقات من المعمل هذي تقريبا نهار 24 أوت كان من المفروض العودة. شنو اللي صار من بعد؟ خلينا ناخذ معنا سي حمزه عبد الرزاق الكاتب العام للنقابه الاساسيه بشركه لا ام اس. صباح الخير ومرحبا بك. عايشك، مرحبا بك ومرحبا بالساده المستمعين. يعيشك، اهلا وسهلا بك سي حمزه. اليوم ما رجعتوش تخدموا من 24 اوت، وقت اللي معناها 24 اوت نورمالمون كانت تسقني في العمل، ما رجعتوش انتم في وقتها؟ باهي توضيح، نهار 12 أوت كانت الإدارة العامة هبطت على موقع بورصة تونس وكذلك في مواقع التواصل الاجتماعي، كون شركة المعامل الآلية بالساحل مش تستأنف نشاطها نهار 24 أوت. وعلى ذو هذاك احنا كنقابة أساسية هبطنا معناها إعلام لجميع العمال والموظفين باش يلحقوا بمواقع العمل نتاعهم على حسب اللي شفناه في بورصة تونس ومواقع التواصل الاجتماعي. شو اللي صار نهار 22 أوت هو نهار السبت، الإدارة العامة عادت هبطت بلاغ آخر اللي هي ما تنجمش تستأنف نشاطها نهار 24 أوت، وما تنجمش تستأنف نشاطها كان نهار 14 سبتمبر. مي فماش الأسباب، علاش؟ تمش ذكر الأسباب على قليلة. الأسباب اللي ذكرتهم ذكرت كونه اللي هي معناها ما نجمش تتواصل مع البنوك كذلك مع جبان المواد الأولية، معناها ذكرت فيها جميع المشاكل، ولكن بالنسبة لمستحقات العمال ما تمش التطرق لهم وذكرتهاش بكل كي. بالنسبة لي نحن معناها كما كنت تحكي أنت عملنا عديد الوقفات الاحتجاجية تعبير منا على الغضب متاعنا وعلى الشيء اللي قاعد يصير للعمال. لهذا احنا شنو نقول لك، احنا كعمال راهو باش نواصلوا. سمح لي سي حمزه باش نسالك، انتم تواصل مع الشركه كان على طريق البلاغات اللي هي تهبط فيها فقط، انتم ما فماش شكون من الاداره حكيتوا معاه بعد ما اعلنوا الاستئناف النشاط؟ هذا اللي صار، هذا صار ثم نوع نتاع استهتار وعدم جديه من الطرف الاداري، لان يعني البلاغ الاولاني اللي هبطوه نهار 24 اوت ولا البلاغ الثاني نهار 14 سبتمبر من غير ما يتواصل مع الطرف النقابي، انا هذا يدل مش الطرف النقابي فقط معنا. سي حمزه نحكيوا على معناتها الاداره بعثت للعمال نتاعها قالت لهم راهو باش ترجعوا تستأنفوا العمل، الكلهم اشترهم معناتها ما فماش تواصل من الاداره مع العمال؟ لا 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 لا, 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 لا ما بعثتش في المباشر، ولكن هبطت على موقع التواصل الاجتماعي يعني قلت للعموم، هبطت في العموم. وهذا شو قلت لك، هذا معناه يوريك معناه التململ. انتم بعد ما هبط البلاغ الاولاني وبعديك هبطت البلاغ الثاني، ما طلبتوش انكم تتواصلوا مع الاداره تفهموا علاش بعد 14 سبتمبر وتفهموا حتى وضعيه العمال الكلهم باش يرجعوا والا لا؟ كان ثم اتصال اللي طلبت المدير العام، الجو نتاعو ما كانش حق مقنع بكل، لان اللي قالوا شو قال المدير العام القرض اللي مش ياخذوه، هذا يقول لك احنا ما يهمناش بطريقه مباشره وغير مباشره. التوضيح اللي حبيت اني نهبطوا هو كيفاش ما يهمكمش سي حمزه، انتم ما تستنوا في شركه نتاعكم باش ترجع تخدم، الشركه تقول لكم البنك اللي باش يعطيني الفلوس خليني نكمل جوست ومن بعديك وضح لي، يقول لك الشركه البنك اللي باش يعطيني فلوس راهو مازال ما عطاتنيش، نجم تعطيني كان بعد 14 سبتمبر. نوضح لك لهنايا، هو هبط اعلام باش نرجع للخدمه نتاع نهار 24 اوت. ثم في الاصل ثم خدمه تخدمها قبل الاعلام، هذه هي التواصل مع الطرف النقابي واعلامهم مع العمال. لا ما تواصل مع العمال لاعلامهم باستئناف النشاط مع العمال باعلامهم الوقت باش نرجعوا في نخدم كذلك، والتطرق زاد للمستحقات العمال لو هو كيف يحب يرجع ويذكر معناها الماتير بريمير وذكر المعمل، معناها العمال معناها تخش عليهم ما مش محسوبين جمله لهنايا، معناها في الاعلام الاولاني وفي الاعلام الثاني
ما تمش التطرق لمستحقات العمال جملة، وهذا معناه هذا معناه اللي ظهر اللي سمى عدم جدية، عدم جدية وعدم المسؤولية من الطرف الإداري تجاه العمال وتجاه الشركة. بي انتم بعد ما تم الاعلان المره الثانيه على 14 سبتمبر الموعد هذايا، الموعد هذايا انتم باش ترجعوا تخدموا ليه؟ باش تمشيوا في وقفه احتجاجيه؟ باش تمشيوا هذا حسب ما هبطوا هما في موقع التواصل الاجتماعي اوفيسيال نتاع النقابه، هما هبطوا معناها اللي احنا مش نرجعوا نخدموا نهار 14 سبتمبر. لهنا يلزم السلطات المعنيه تتحرك. ما كانش احنا كعمال وكخدامه رانا مش نواصلوا في الوقت المعنية. سي حمزة تتحرك في نتيجه، شنو تطالبوا انتم السلطة اليوم السلطة، ثم السلطة في البلاد، ثم قانون في البلاد يلزم يلزموه. اخي هو يهبط، معناها يهبط بلاغ كل مرة، يهبط بلاغ اللي انا باش نرجع نخدم في الاخر يجي اجل البلاغ هذاك، وين يحب السلطة؟ هذه هي السياسة الهروب الى الامام. اذا يلزم السلطة في البلاد تتحمل مسؤولياتها. اليوم احنا كنا نحكيو بالقانون، علاش القانون يتطبق على المواطن البسيط وما يتطبقش على رجال الاعمال؟ ولات بالمكشوف الحكاية هذه. فما نية هو كهبت بلاغ، هو كهبت بلاغ اللي يعني باش نرجع ناخذ سواء نهار 24 اوت ولا 14 سبتمبر، يلزم تحمل مسؤوليته في البلاغ هذاك، تحمل مسؤوليته، يلزم السلطه اللي هي ترغمه باش تحمل مسؤوليته زاد. كذلك بلاي رجاء سلام السلطه الرابعه، السلطه الرابعه تكون معناها فعاله اكثر، هي مشكوره لا محاله تكون فعاله اكثر فيما يخص مشكله المعامل الاليه بالساحل، لان مشكله حساسه برشا. اليوم العمال كيفاش فعاله اكثر؟ السلطة الرابعة ما هيش طرفة في هذا، احنا وصلنا صوتكم في أكثر من مرة على قيادة نحكي من هوني في زوم 73 ونجمة أفام، وكبنا الوقفات الاحتجاجية متاعكم، ولكن توما الإشكال الأصل الإشكال متاعكم مع الإدارة متاع المعمل وإلا مع السلطات المحلية اللي هي تنجم تلقى احنا حتى وليد الجهة كانت ضيفتنا هوني في نجمة أفام وكانت عطات تعهد بصرف المستحقات. ها قلت انت قعدت بحذاك وعملت عهد بصرف المستحقات، هو مش هو وليد الجهه، وليد الجهه نحكي ومش مدير المصنع. نحب نوضح لك حاجه اخرى، وصلنا رانا عملنا معاه محضر جلسه في الولايه بحضور الواليه وبحضور المكتب التنفيذي الوطني تاع الاتحاد العام للشغل وبحضور الجامعه العامه وبحضور المكتب التنفيذي تاع الاتحاد الجامعي تاع سوسه والفرع الجامعي، عملنا اتفاق وكنا تنازلنا على حقوقنا، قلنا مش مشكل اعطيني 65% من الشهر تاعي بالنسبه لشهر جوان وجويليا وأوت، واعطيني صرفي شهري ماي ونوافق عليه الاتفاق هذايا. علاش احنا وافقنا على شيء؟ من اجل احنا ضمان ديمومه المؤسسه، احنا عارفين المؤسسه ترجع تحل معناها وترجع معناها المؤسسه للنشاط نتاعها، النشاط نتاعها هذاك الاوبجيكتيف نتاعنا والهدف نتاعنا، ولكن اللي ظهر المستثمر اللي هو يمشي في سياق غير كونه يعاود يحل المؤسسه هذا، ولا بالدليل المكشوف معناها. علشان قلت فما نية لغلق المؤسسة انت حسب رايك؟ فما نية لغلق انت حسب رايك فما نية لغلق المؤسسة؟ ثم واقع توا حتى الان الشركة مسكرة وماناش قاعدين نخلصوا، ثم واقع راهو ثم واقع، بس معناها هو استغل الكوفيد باش خرجنا، استغل الكوفيد ثم واقع توا المؤسسة مسكرة وماناش قاعدين نخلصوا، ما يظل ما ثمش ما اكثر من هكا. الخطوات القادمة شنية باش تكون سي حمزة؟ ربي اسمعني باش نوصلوا لختام الحلقه لليوم، خاطر ما عادش عندنا برشا وقت، دونك لازمني ناخذ من عندك اكثر معلومات. حبيت نشوف معاك انتوما شنو هي الخطوات الجايه اللي باش تقوموا بها، فما عوده نهار 14 سبتمبر والا لا؟ باش تطلبوا انكم تقعدوا معاه وتحكيوا على طاوله، معناها كونتاكت ديريكت بخلاف البلاغات والمراسيم اللي قاعده تهبط، انتوما شنو في نتيجه ماشيين؟ بالنسبه لينا احنا كنقابه تسجيل نطلبوا باش نقعدوا مع الاداره العامه ومدينا ايدينا من اجل ايجاد الحلول باش ترجع الشركه تفتح الابواب نتاعها، وكذلك من اجل ايجاد حلول لمستحقات العمال. هذا ما نشكوش فيه، كذلك على السلطه المعنيه في بالنسبه للولايه وفي الدوله ولا رئيس الحكومه التحرك من اجل ايجاد معناها التحرك نحو الهدف هذايا، كون نهار 14 سبتمبر الشركه ترجع تحل الابواب نتاعها، وكذلك ايجاد حلول من اجل صرف مستحقات العمال. واضح، شكرا لك سي حمزه عبد الرزاق الكاتب العام للنقابه الاساسيه لمعامل الاليه بالساحل، تحيه كبيره برشا ليك، يعطيكم الصحه. احنا ديما نكونوا موجودين في الوقفات هذه والمشاكل زاد ريم
المشاكل هذه مع المعامل ومع الشركات يظهر لي ماهيش ناويه توفى الى حد الان. احنا شفنا المشاكل نتاع معامل الاليه، شفنا زاد معامل الحليب والمشاكل اللي فيه. المصانع الكبيره هذه اللي قاعدين اللي موجوده في سوسه، لهنا خلينا نحكيوا على مستوى محلي، اللي موجوده في سوسه ماشي وعملت تحل وماشي وعملت تندثر. علاش علاش هذايا؟ فما اشكاليات اخرى ماهوش وقتها، وفي علاقه زادا بالعمل النقابي وفي علاقه باصحاب المؤسسات. ولكن انا هوني باش نحكي على حكايه استئناف النشاط، ونحكي زادا على نحبش نقول الموبيلات، ولكن كانه ما ناخذوش بعين الاعتبار انه الناس هذوما راهم اليوم نحكيوا على 24 اوت، اليوم 26 اوت، راهو العباد هذوما من تقريبا من ماي ظهر لي ولا قبل شويه ما همش قاعدين يخلصوا وما همش قاعدين يخدموا في حاجه اخرى، على خاطرهم على ذمه الشركه فيهم المترسمين. دونك اليوم نحكيوا على احسب معايا يلدز من ماي حتىكش اليوم تقريبا نحكيوا على 6 شهور هكاك، اقل شويه به 4 شهور نجموا نقولوا. الناس هذوما ما همش قاعدين ياخذوا في مستحقاتهم الماديه. الاداره تستنى في البنوك، وحنا وانا بيرسونيلمون كنت قريت البلاغ نتاع الاداره اللي هبطته وحتى هبط في وكاله تونس افريقيا للانباء لوسائل الاعلام. دونك تحكي على اتفاق مع البنوك في انها باش تاخذ تمويلات ربما تنجم تبدل بهم شويه هالعجز اللي موجود، العجز المالي بيان سور نحكي في الشركه. ولكن وقت اللي يصير روتار ولا مثال شنعلموا الناس اللي هما باش يرجعوا يخدموا، راهو ماهوش مولا شركه باش يرجع يخدم وحده والا لي زاباغي باش يخدموا وحده. راهو فما ناس عرقهم تصب في المكان هذاك، ناس عطات من جهدها من وقتها من حتى من مدخراتها. انت تعرف انه في الاشهر هذوما فما عباد جبدت مركتري في التفتوفه اللي تحت راسها، ولو انها نعرف ماهيش برشا اللي مخلينها على مرض على غيره وبدات تصرف منها. دونك العباد هذوما سيستنفذوا طاقتهم في 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 الفلوس. انت اليوم كي باش ترجعهم ما فيها باس حتى على قليله على دفعات بار ترانش، خاصة وانه فما اتفاق وفما محضر جلسة وفما قاعدة مع الوالية ومع الاتحاد الجهوي للشغل. دونك قعدتوا وحكيتوا على مبدأ انه باش يتم صرف المستحقات للناس هذو. حسب رأيي انه اليوم نحكيو كان على استئناف نشاط ومشكلة متاع تمويل ومواد أولية، وننسيو الجزء الأهم والجزء اللي فريمون هو اللي يرتكز عليه العودة. ما تنجمش المعمل هذا اليوم ما ينجمش يرجع من غير عمال، هذا الأكيد، والعمال فيهم نية أنه يمدوا يديهم للشركة متاعهم. مانيش نحكي معناتها أنا بمنقع على العمل النقابي والنقابات وغيره، مش نحكي على العمال هما الكلهم، العمال الكلهم مدين يديهم باش يحاولوا يعاونوا الشركة متاعهم لاستمرارية وديمومة العمل، وباش يقعدوا هما في الشركة هذه وترجع للنشاط متاعها. إذا كان نلقاو الناس زويولة اللي ما عندهمش فريمون اليوم قوت يومهم، فما شكون انا حكيت معاه من المعمل هذايا ما عندوش حق تنقل من مقر سكنه لمقر الولايه باش يحتاج مع زملائه. اذا كان الناس هذوما اليوم مدين يديهم وقادرين باش يعاونوا ما فيها باس الرئيس المدير العام اصحاب الشركه هذيا يحاولوا كيفاش ياخذوا بخاطر العبيد هذوما حتى في الحديث والحوار، خاطر كي تبدا عندك النيه باش تقف مع المؤسسه نتاعك راهو كلمه طيبه تنجم تخليك تخدم 24 ساعه حتى من غير فلوس بتبيع. وتنجم تعاون وتنجم الشهريه هذيك من 100% توصل 80% ولا 60%. ديجا هما وصلوا معاهم ل 65% جوستومون. اما اذا كان نلقى منك التعنت وانك انت في واد وانا في واد وتقرا حساب كل شيء الا حسابي انا، دونك ما عادش نجم نمشي معاك برشا في جلسات تفاوضيه والا في اني ننسى ولا نسيب مستحقاتي. اليوم الشركات هذيا راهي بالحق عندها الكاليبر نتاعها في الساحل، ومش في الساحل بركة، في تونس الكل، في الاقتصاد الوطني الكل. شركات كيما مصنع الالبان في سيدي بوعلي، واللي الجمعه الجايه ان شاء الله باش نعاودوا نخدموا عليه على خاطر ديما فيه تطورات في الموضوع. نحكيوا على شركه العجلات في مساكن، نحكيوا على المعامل هذه الاليه بالساحل. دونك هذوم شركات راهم ركيزه الاقتصاد التونسي. اذا كان اليوم نفقروا الشركات هذه ونسعوا لتشتيتها والا لتفريقها ونغلقوا المقر الرئيسي باش نحلوا مقرات فرعيه في بعض الجهات الاخرى، واذا كان نفقروا العمال هذوما اللي تعبوا وصبروا على المؤسسات نتاعهم لسنوات وخليهم اليوم ياخذوا يصرفوا حق خدمه نهار باش ينجموا يتنقلوا للمشاركه في الوقفات الاحتجاجيه، فهي خيبه المسعى، خاصه يلدز انه الدوله دعمت الشركات نوعا ما في البريود نتاع الكوفيد، دونك عطاتهم شويه هكا كود ما باش ينجموا يحاولوا يخلصوا الخدمه نتاعهم. دونك ما نتنكروش للعباد اللي صبرت في الظرفيه الصعيبه هذيك، وقت اللي تجينا شويه فلوس يكونوا هما من بين الاولويات، مع اللي نتفهم نجم يكون الوضعيه نتاع الشركه صعيبه شويه
هذاك علاش ربما فما شويه تاخر مع ظرفيه الماليه للبلاد والبنوك ما تنجمش فاسيلمون تعطي القروضات. دونك جوست هوني تعرف شنو اصل الاشكال، يلدز الكلمه الطيبه والتواصل، هذاك ينجم يخلي المعمل يرجع كل شيء والعمال فرحانين وقاعدين يخلصوا على دفعات ومولا الشركه ماهوش خاسر. جوستومون الكلمه الطيبه والكلمه الباهيه تقضي بها كل شيء. ريم هي عمله اللي يمكن مش العباد مش فايقين بها اليوم، اللي عمله تنجم تتعامل بها مع العباد وتكسب إيه بها برشا عباد. على مسؤوليتي ربما وما نعرفهمش راهو العمال نتاع الشركه، نتصور اذا كان يحكيوا معاهم نتصور انه شركه ترجع غدوه تخدم على روحها بالعمال نتاعها، على خاطر راهو صعيب انك تخدم في مؤسسه ويكون عندك الانتماء وترابي بينها مسكره وانت قادر باش تعاون. نعرف لي العمال هذوما كيما شركات اخرين اكيد راهم اذا كان يعرفوا كيفاش يحكيوا معاهم صدقني ينجموا يوصلوا معاهم لابعد الحدود. المشكله في مسؤولينا الكل ربما نتفهم زاد مولا الشركه وقت اللي يلقى روحه مخسور في برشا فلوس وماهوش قادر باش يواجه الخدمه نتاعو. دونك بالحق اليوم الشركه هذيا مولاها راهو عندك رزق كبير اللي هو العمال والرصيد البشري اللي عندك في الشركه، ما تضيعوش بشويه اوراق اداريه مازالت ما كملتش. يعطيك صحه ريم، شكرا ليك. احنا هكا نكون وصلنا لختام صبحيتنا بالنسبه لليوم في زوم 73 11:57 دقيقه. غدوه ان شاء الله كما العاده من 10 حتى نص نهار في اخر نهار في الاسبوع تلقاوه معنا في زوم 73. سينو ما تنساوش بعد شويه موعدكم في ليله جمعه مع الشيخ منير الربيعي ورضوان شبيل. سمعتي من زمان ابارتير من ساعتين نتاع القايله تسمعوا فيها كل ما يهم الدين وتنجموا تطرحوا تساؤلاتكم الكل على 73 278 600. ميرسي بوكو توت ليكيب زوم 73، ميرسي للناس اللي تبعتنا وسمعتنا من البدايه حتى الوقت هذا. نعاولوا ديما على تليفوناتكم، نعاولوا ديما على مواضيعكم اللي نتوما تشاركونا بها وتقسموها معنا مشاكلكم ومشاغلكم، ونحاولوا نكونوا ديما قد المسؤوليه ونكونوا باش نوصلوا لكم صوتكم في اقرب الاجل. 11:58 دقيقه باش نقول لكم شيء طيبه للجميع. يعطيكم الصحه، ميرسي بوكو للناس الكل، باي باي في لمانه.